خمس هي الخالدية، 27/6/2012 آثار الدمار والخراب جراء قصف بالهاوين. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو حي الخالدية المدمر، دمر المنازل، دمر السيارات، دمر البيوت، حتى عملية الكهرباء قطعت الأسلاك. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو حي الخالدية قصف بالهاوين وبالصواريخ. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي البيوت الأهالي اللي صار فيها. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا السيارات اللي صار فيها. هذا هو حي الخالدية، دمر كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. 27/6/2012